عمري 13 سنة من سوريا من حلب. تركت ألعابي هونيك مثل السيارة وهيك. اجيت على لبنان بسنة 2014. هاي السنة فتت على المدرسة. أنا مبسوط إنه في عندي مدرسة. أول يوم بالمدرسة إلي كان إنه لعبنا بالباحة وبعدين طلعنا على الصف وصرنا ندرس. اللي ما حبيتها إنه ليه الكتب كانوا انجليزي. بالاخر هو طفل ولد، فمعروف مرور الوقت عم يتعود وعم يتاقلم. مدير المدرسه بغض النظر عن جنسيه الشخص بده يتعامل معه على اساس طفل وبده يتعلم. مدرسه ترليس الرسميه فيها 2 شيفت دوامين، دوام صباحي بيدخل عليه تلميذ لبناني وتلميذ سوري، ودوام مسائي هو مخصص للتلميذ اللاجئ السوري. وزارة التربية إنها تعدل بهذا المنهج بشكل تقرب السوري للمنهجنا اللبناني ويقدر يمشي معنا. من سنة 2012 لهلأ عم تتحسن، حتى في تلاميذ عم يتفوقوا وعم يلحقوا البرنامج تبعنا بشكل عادي وطبيعي. أنا من سوريا من درعا. أنا صار لي 3 سنين ونص بس كنت خجلانة يعني كتير يوم اجينا على لبنان. يعني اخذ شي شهر معي لحتى قدرت اتعرف على رفقة، وحسيته هالوقت كتير طويل. واللي بنبسط فيه أنا منه انه المدير دخلني على المدرسة وهلا عم بقدر كمل دراستي. المدرسة هذا كثير كثير مريح وساعدنا كثير، كثير ساعد طلاب سوريين وقد ما يقدر بحاول انه يسجل سوريين. دوام صباحي بعد المساء، المهم الاولاد كلها بالمدارس. سارة ما بتعرف تقعد بالبيت إلا بتروح على المدرسة. كتير بحب كمل دراستي، والمسات صاروا عاملوني مثلي مثل الواحد لبناني. إيه أنا كتير سعيدة لأنه لقيت رفقة وإنه صار عندي رفقة بالمدرسة وبرانية المدرسة وكتير عم بنبسط. وهون يعني منيحة ومبسوطين هون بلبنان، بس إنه كمان بتعتبر مو بلدين، بلدي أولى فيي. أنا ما بقدر أقعد بلا مدرسة.